وللحديث عن العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران والرفض الغربي لاستمرار طهران ببرنامجها النووي والصاروخي، ينضم إلينا عبر سكايب من لندن الكاتب السياسي طاهر الأحوازي. حياكم الله أستاذ طاهر. أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. حياكم الله أستاذ طاهر. بداية، يعني أمريكا تؤكد أنه لا يمكن الجمع بين تخصيب اليورانيوم والأغراض السلمية. برأيك لماذا يستمر هذا التشكيك الأمريكي في نوايا إيران النووية رغم تأكيد إيران سلمية برنامجها؟ بعد السلام مجددا، حقيقة بالنسبة لما يدور بالملفات عموما الملفات الإيرانية والعلاقة حقيقة بالولايات المتحدة الذي اليوم حقيقة أصبحت لأكثر من 3 عقود يعني نشاهد المد والجزر ولم نرى أي عكس العمل حقيقي لمعاقبة هذا النظام. ويمكن المتابعين يعلمون وهناك كثير من الشكوك وحتى التهم يعني للإدارات الأمريكية وخاصة الديمقراطيين من عندهم أن ما يقومون به هو قضية يعني تعاطي ومسامحة للنظام الإيراني. وهناك حتى في الفترة الأخيرة هناك كثير من اللوبيات الذي موجودة أصلا في الولايات المتحدة اللي هي مقربة للنظام الإيراني. قضية لماذا الولايات المتحدة لا تعاقب إيران ولا يعني توجه التهام بشكل مباشر، خاصة أنه كثير من المصادر ثبتت ومنها الوكالة الدولية المسؤولة عن الملف النووي ثبت أن أكثر من 83% 84% من درجة التخصيب إيران وصلت إليها. فحقيقة قضية الموقف الولايات المتحدة، خاصة أنه الآن بالتحديد الموقف الدولي كله وخاصة الأوروبيين، أوروبا الغربية يعني الاتحاد الأوروبي وغيرها وحتى الدول الإقليمية تضغط على الولايات المتحدة بشكل خاص أن تواجه النظام الإيراني بعد كل هذه الخروقات. ناهيكم عن قضية الملف النووي، هو بحالة استراتيجية يختص بالأمن العالمين يعني، ولكن هناك قضية التدخل، قضية القرصنة، قضية الميليشيات. فحقيقة أتصور على الإدارة الأمريكية أن تعمل بجد من أجل أن يعني تكشف عن حقيقتها لماذا كل هذا التعاطي مع النظام الإيراني. وهناك ملفات مشابهة طبعا بالاسم، ولكن رأينا كيف الولايات المتحدة تعاملت مع هؤلاء البلدان ودمرت البلدان واجتيحتها حقيقة في نفس السياق ونفس السياق. نعم أستاذ طاهر، يعني ماذا بعد؟ هناك سؤال، ماذا بعد كل هذه المماطلة الأمريكية بمحاسبة إيران؟ شرفت إيران على يعني تخصيب اليورانيوم بنسبة 100%، قد تقترب أكثر من أي وقت مضى من إنتاج قنبلة نووية، ماذا بعد؟ إلى متى؟ بالواقع الآن وبعد مشاركة إيران المباشرة بحرب روسيا وتهديد الغرب بشكل مباشر، وإحنا نسمع عن الخسائر الفادحة التي الآن توجه للاقتصاد الأوروبي وحتى يعني الشعب الأوكراني من هذه الحرب الطاحنة، وإيران دخلت بها بشكل مباشر وأصبحت طرف من الحرب في جبهة القتال. أتصور الآن الظروف تتغير، هناك بريطانيا وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي بشكل عام يضغط على الإدارة الأمريكية، وحتى اليوم كان هناك اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي والسيد ماكرون الرئيس الفرنسي حول اتخاذ خطوات للضغط على إيران أكثر. وأتصور المرحلة ستنتقل للضغط الأكثر على النظام الإيراني. ولا ننسى طبعا في عام 2019 هناك تحالف دولي تم في مؤتمر وارسو شارك فيه ما يقارب 70 دولة لمواجهة إرهاب النظام الإيراني. هناك أيضا ضغط
الديمقراطيين والجمهوريين قسم من عندهم الكونغرس الامريكي للضغط على الاداره الامريكيه لاكثر ضغطا على النظام الايراني من اجل طيب ايقافه. هل تعتقد أستاذ طاهر، هل تعتقد أن هذه الضغوط ستتجاوز الموضوع الاقتصادي؟ بالتأكيد بالتأكيد أنه النظام الإيراني علينا أن نشير لموضوع مهم جدا. الغرب الأمريكي صنع إيران من أجل حماية مصالحها بمنطقة الخليج العربي والشرق الأوسط بشكل عام، أن تبعد روسيا والاتحاد السوفيتي آنذاك. الآن إيران يعني أصبحت ضد المصالح الأمريكية والغربية بالمنطقة والتجأت إلى روسيا عدوة الغرب الحقيقية التاريخية. فأتصور الغرب سيتخذ خطوات جدية بالدرجة الأولى حقيقة لوصول روسيا للخليج العربي، وأيضا لا ننسى الصين نفس التوجه لتواجدها مصالح وحقيقة الاستعمار الجديد الروسي الصيني في منطقة الخليج العربي. بما أنك أتيت على الموضوع الصيني، يعني دخول الصين على الخط، على خط دعم تصنيع المسيرات الإيرانية، إلى أي مدى لربما يؤكد مخاوف واشنطن من هذا التحالف؟ وكيف ستتعامل واشنطن بالتالي مع هذا التغيير؟ هل ستكتفي بالعقوبات وهل ستكفي فعلا العقوبات؟ طبعا كل المؤشرات تشير يعني لنقاط حساسة حقيقة ترتبط بالعالم كله. نحن خلال العام المنصرم الذي انتهى تقريبا حرب أوكرانيا والتهديدات والخطاب حول اصلا حرب عالميه ثالثه حقيقه اذا دخلت الصين وثبت تدخلها بصناعه هذه الطائرات، اتصور ليس فقط المنطقه بل الولايات المتحده والصين، وهناك كثير من الخلافات حول تايوان وغيرها بين الولايات المتحده وامريكا، ولكن اتصور القادم سيكون اسوأ ليس فقط للجهات المعنية روسيا الصين الولايات المتحدة بل حتى للعالم بشكل عام. أنه حقيقة الولايات المتحدة بصفتها يعني الدولة التي كانت خلال 100 عام الأخيرة أو أقل هي المهيمنة في منطقة الشرق الأوسط، وأصبح اليوم هذه الجهات الدولية مثل الصين وروسيا تهدد المصالح الأمريكية في المنطقة. فأتصور المرحلة القادمة سيكون صراع دامي بين هذه القوى الدولية في منطقتنا، ولا أتصور إيران ستسلم من هذا الصراع القادم. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا عبر سكايب من لندن الكاتب السياسي طاهر الأحوازي.